العلماء بتوعنا يوميا بتلاقي حد يشتم في الازهر وينقد في الازهر ويشتم في العلماء. هاتي اسم اي عالم مصري دلوقتي اذكريه في اي مكان هتلاقي ناس بتشتم وهجوم عليه. صح؟ الحاجات دي مقصوده مقصوده. دلوقتي اللي موجودين دلوقتي في العالم كله مش عندنا في مصر بس علماء علماء وشيوخ، وفي فرق بين العالم والشيخ. هو الشيخ تجاوزا مثلا ايه الشيخ الشعراوي الشيخ، لكن في فرق فقهيا، في فرق بين او شرعا يعني في فرق بين الشيخ والعالم. الشيخ بيربي يربي يهمه قوي اخلاق الايه؟ اخلاق المريد بتاعه. فكل الشيخ بيربي لكن العالم بايه؟ بيعلم بيعلم. مش كل عالم يبقى شيخ، مش لازم مش لازم يعني مش لازم، ولا كل ولا كل ولا كل شيخ يبقى عالم، مش لازم يعني. ممكن شيخ تروحي له يربيك يعلمك ازاي يديك وعظ، يعلمك ازاي تتكلمي، يعلمك ازاي تطيع اهلك، يعلمك ازاي تظل غيظك، يهذب اخلاقك، مش عارفه كده. لكن عاوزاه يعلمني القران، لا يقول لك روح للشيخ فلان يرشدك، يقول لك روح للشيخ فلان ده يعلمك القران، روح للشيخ فلان ده يعلمك فقه. هو بيربي بس لكن مش حد بتاع كله. تجيني الست اللي بتحفظ الواد جوزة عمه دي المفتيه عندي، اسالها كل حاجه، قولي لي الزكاه طالعه على فلوسي قد ايه، قولي لي ما عندي مشكله ما اعرفش ايه، قولي لي راح احج اشرحي لي الحج. يا بنتي بتعرف تقرا قران مثلا؟ اساليها في اللي هي ايه التخصص ده. التخصص احنا كل حاجه في الدنيا نؤمن بالتخصص. انت لما ضفرك يخش فيه شوكه ها بتروح رايح بتاع انف واذن ولا بتروح رايح جراح؟ اشمعنى في الدين؟ لماذا نرضى بالدنية في ديننا؟ اي حد حاطط اشاره تعالي بقى. لكن عندنا في الاسم عشان انا كنت بنت محجبه الوحيد. الكلامية رمضان كان طالع، كان رمضان مش عارفين قالوا رمضان بكره ولا مش بكره مش عارفين قالوا ايه، هاتوا سوزان. ايه المفتي معاهم يعني ولا ايه اللي هاتوا سوزان؟ وفي ناس بقى ما بتصدق بقى يعني عشان حاطه اشاره ولا عشان بتصلي ولا عشان حجت ولا عشان كده عامله على ايه؟ عامله كده بقى وسط اللي حواليها يعني. او بتحفظ قران او بتروح درس ولا كده فعامله وسط اللي حواليها بقى انها كده يعني. ودول بيتكشفوا دلوقتي يعني بيتكشفوا خالص يعني. مفيش عالم مفيش عالم لكل بني ادم لاي بشر له ما يؤخذ وما ايه؟ وما يترك. ما يؤخذ وما يرد الا الرسول عليه الصلاه والسلام. مفيش عالم كده اخذ له كل حاجه، ده تخلف. ابو جوزه بس ما بيعجبنيش راي الشيخ شعراوي في الحته دي، ما بيعجبنيش ده بيقول لبعض ما بيعجبنيش راي فلان يا دكتور سامي بيقول كذا، ما بيعجبنيش راي فلان ده، لا لا ما بيعجبنيش. ان شاء الله ما عجبك. بس في حاجه ايه؟ ليس منا من لم ايه؟ يوقر كبيرنا. العلماء دول ايه؟ ورثه الانبياء. ورثه الانبياء. فضل العالم على العابد. ما بين العالم والعابد كما بين السماء والارض. عالم فاهم في الدين احسن عند ربنا من الف عابد. فهموا ولادكم الكلام ده، علموهم احترام العلماء. امبارح كنت في درس واحد يقول لي بس اصل فلان الفلاني وفلان الفلاني يعني بيقولوا عليهم كلام كده بتاع. قلت له معلش قبل ما تقولي لي كلام ولا بتقولي لي كلام بيقولوا ولا ما بيقولوش، فلان ده اسمه الدكتور فلان واحمد الطيب ده اصله اسمه الدكتور احمد الطيب. في ناس من مصلحتها تخلينا كده تهدر مكانة العلماء. انت لو اهدرت مكانتهم مش هتحترميهم، وهو ده اللي حصل. فالعلماء خطيرة جدا جدا، اختلفي معاه اتفقي معاه بس ايه حافظوا على الارقام، حافظوا على الارقام. حتى لو العالم ده ما بيعجبنيش اراءه دكتور سوزان، العيب مش في العالم، العيب فيك انت في مخك انت. لان احنا بنقول عمليه سند ده عن ده عن ده. العالم ده ما بيقولش رايه، عمرك قال انا شايف كذا؟ الشيخ شعراوي بيقول لك انا شايف كذا؟ لا، ده بيقول لك ابو حنيفه قال كذا وفي راي كذا. ولما بيقول ده مش رايه هو، ده ايه؟ واي حد بيعلم الدين عندنا في الاسلام، اي حد بيعلم الدين ما بيقولش برايه، ده بيقول براي مين؟ اللي فوقيه، يعني له سند، له ايه؟ عرفت الحته دي كويس قوي عشان محدش يقول لك ايه الكلام الفارغ ده، اي حد يقول لك اي حاجه كده يا بنتي ده عالم بيقول الكلام ده. انت مصدقه في العلماء ده بيكون بيخرف، حد ما بيقولش كده.
العالم ده بيقول رأي ده بناء على ايه؟ على سند، على سند اللي اعلى منه.